نبدأ حلقتنا من أرابود مع النجوم، أخبارهم وأسرارهم. الكل بيتساءل إيش الحمية اللي بيعملوهم، شو بيأكلوا، شو ما بيأكلوا، كيف يحافظوا على رشاقتهم. هذا السؤال طرحناه من خلال إيفنت كان في دبي في افتتاح مطعم فخم، وحضر الإيفنت عدد كبير من نجوم الوطن العربي. مطعم مخصص للأكل الهيلثي، وكان في انسجام كبير بين الحضور من المشاهير وحرص معظمهم على التقاط الصور. بس سوزان نجم الدين واضح أن انسجامها توقف عند حضور فاتي جمالي للتصوير، فانسحبت بسرعة من الصورة الجماعية. كان غريب تصرف سوزان وهي معروفة بمجاملتها لكل الناس، لدرجة أنها بتجامل ضيوفها على حساب نظامها الغذائي. باكل سمنانة شوي زايدة كم كيلو، بطلت أجي على المطاعم خلاص، بين مجاملة الأصدقاء وبين الضيوف وبين العزايم وبين القصص، عم حاول على قد ما بقدر أني حافظ على جسمي ورشاقتي، لأنه ضروري كتير، ما بصير يعني، لازم راقب حالي. ومراقبتها لوزنها بيخليها تتجه للطبيخ بنفسها، وبتكون النتيجة نفس الأكلة في كل مرة. شو بطبخ؟ بطبخ بيض. وعلى عكس سوزان، مريم حسين لها طقوس خاصة في الطبخ. ما أحب أطبخ بس كده، أطبخ بنفس ورواق. لكن أوقات بتخدع ضيوفها في العزايم. مرات مثلا ماما تطبخ شيء ولما يطلع كتير حلو أقولهم أنا طبخت. واضح أن مريم بتحب تأكل ضيوفها وتراقب وزنها، لأنها متبعة حمية غذائية قاسية للحصول على القوام المثالي. والكل قاعد يسألني يعني شنو النظام اللي أنا بسويته. إن شاء الله راح انزل لهم النظام كله، بس راح يكون طريقه غير، راح تكون طريقه يوتيوبيه اكثر، عشان اخلي الحريم كلهم يستفيدون، وبالذات الحريم اللي بعد الولاده. صرتي سنه وست شهور بطريقتك وشغاله. ومن هنا لحد ما تنزل مريم طريقتها في الدايت، جبنا لكم من ملكه جمال الامارات فطيم الشمسي طريقتها في الحفاظ على وزنها المثالي. اول شيء اكلي انا خفيف جدا، وإذا كليت أكل كل شيء بس بكميات قليلة، يعني ما كثر وايد، وبس. والرياضة هي أكثر شيء، المشي. الصبر طيب بغير الأحوال. وبتحاول الفنانة فاتي جمالي إنها تلتزم بنظامها، لكن المغريات أقوى منها. لازم علينا نديرو دايت، مع إنه صار لي 2 ويكس بدبي والأكل كثير طيب، كثير كثير بخربس، بس بروح على الجيم وبحاول يعني إذا أكلت نهار أكلت كثير تاني يوم بحاول خفف شوي. والرجالة كمان ليهم نصيب في الدايت، لكن نظام الفنان مصطفى الخاني أوقات بيكون إجباري. أفشل شخص بالبطبخ، بس بتزوق الأكل وما عندي مشكلة، يعني ممكن أبقى يوم بلا أكل ولا تقلي لي فوت على المطبخ، لأن سر لكم يا بس فوت على المطبخ لازم يصير مصيبة. الحفاظ على الرشاقة شيء في غاية الأهمية، مش بس للشكل ولكن للصحة. والشاطر اللي بيوازن بين الأكل اللي بيحبه والصحة.